أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من يحمل بعض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على المجاز من أجل تأويلات عقلية، هل يعتبر من أهل الأهواء؟ نعم، إذا كان يحملها على المجاز من أجل أن يصرفها عن مدلولها الصحيح فهو من أهل الأهواء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.